ندعيكم تشتركوا بقناة تلفزيون الآن على اليوتيوب من خلال الضغط على زر سبسكرايب، وتعملوا لنا لايك لهالفيديو وتتركوا لنا تعليقاتكم بخانة الكومنتس. حابين تعرفوا كيف لازم المراسلين يتعاملوا مع تغطية الأزمات وشو المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها على الأرض؟ تابعوا معنا هالفيديو. بدي اجيب تليفوني لأطلع على الصور. ميرسي استاذ. فكيف لازم يتحقق من الوقت من الم... فكيف لازم يتحقق من المواد من خلال الضغط على زر اكسبلور سبسكرايب. بالبداية يا زبك، ضروري نعرف هل هناك أكثر من نوع بالتغطية الإعلامية الميدانية بالأزمات؟ بالفعل بيرلا، هناك نوعين من المعالجات الإعلامية للأزمات. النوع الأول المعالجة المثيرة اللي بتستخدم تغطية بتميل للتهويل، والمعالجة السطحية واللي بتنهي اهتمامها بالأزمة بانتهاء الحدث، وهي معالجة مبتورة بتؤدي للتضليل ولتشويه وعي الجمهور. أما النوع الثاني فهو المعالجة المتكاملة، وهي معالجة اللي بتتعرض للجوانب المختلفة للأزمة من مواقف الأطراف المعنية، الأسباب، السياق، التطورات والآفاق، وهي بتتسم هالمعالجة بالعمق والشمولية وكمان بالمتابعة الدقيقة اللي بتحترم موضوعها ومن يتلقاها. كذلك تستخدم تقديم المعلومات الصحيحة، المعلومات الدقيقة الموثوقة، مع محاولة إشراك الجمهور المتلقي عبر ربط المعالجة بمصالح الناس واهتماماتهم. وبتحاول هالتغطية تجنب المخاطر المتمثلة بأحادية النظرة للأزمة، يعني بدها تاخذ أكثر من وجهة نظر. نعرف إنه بالميدان ممكن يكون المراسل عرضة للتضليل الإعلامي، فكيف لازم يتحقق من الوقائع؟ يعني بزمن السوشيال ميديا بتنتشر الأخبار والصور بسرعة، وكذلك الأمر بكثافة. يجب إذن على المراسل الميداني عدم بث أي صورة أو معلومة إلا بعد التأكد من مصادرها، وهالمصادر يعني لازم تكون ثلاث مصادر على الأقل، وأهم هالمصادر هي المواطنين، الطواقم الطبية والإسعافية طبعاً، الصحفيين الآخرين. التطور التكنولوجي سهل عمل المراسلين بالميدان من خلال قدرتهم على الدخول لمجموعات موجودة على تطبيقات معينة بتضم صحفيين موثوقين بيتناقلوا الأخبار وبيعطوا الأولوية لدقة الخبر وصحته، مش للتسابق على بثه بين بعضهم كزملاء. إذا كان الخبر خطأ فالمراسل يمكن أنه يخسر بسهولة المصداقية تبعوله قدام المتابعين، وهي أهم شيء بيملكه. حتى عندما بيكون المراسل برسالة مباشرة على الهواء، عليه أنه يستغل أي لحظات متاحة لإله، خصوصاً عندما تكون الصورة على ما يجري حوله أو خلفه لاستعمال هاتفه، حتى لا يسأل المصادر المختلفة عن صحة هالمعلومة يلي وصلت له، أو عما إذا كان هالفيديو المتداول بين الناس حديث أم لا. إذن المراسل الميداني بيحتاج لتركيز قوي جداً، وهو بيتعلم كل يوم يكون فيه بالميدان وتحديداً بأوقات الأزمات. قد يتعلم من مواطن بيلتقي فيه ربما على الطريق أكثر من مسؤول بيتواصل معه وهو بعيد عن مكان الحدث، وبما أنه المراسل الميداني بيعيش الخبر بوقت الأزمات ومش بس بينقله، عليه الانتباه كثير للبقاء موضوعي ونقل ما يجري بمصداقية مطلقة. هلا قبل ما نتابع موضوع حلقتنا صار لازم نبدا لعبة المعلومات العامة يلي بنلعبها بكل حلقة. هلا انت رح تطرح علي ثلاث أسئلة إلن علاقة بالإعلام واللغة العربية، وبالقسم الأخير أنا بطرح عليك ثلاث أسئلة ومنشوف مين بيربح. بالسؤال الأول، هل يجب أن نقول نفذ الطعام أم نفذ الطعام؟ على ما أظن منقول نفذ الطعام. هي نفذ بالدال يعني انتهى، نفذ يعني قطع من ناحية إلى أخرى، بقى خطأ جوابك. السؤال الثاني، من هو الصحافي الأمريكي اللي كان شقيقه أندرو حاكم لنيويورك حتى العام 2021؟ وولف بليتزر أم كريس كومو؟ هلا حرقي اسم لأن صراحة ما بعرف، رح أقول كريس كومو. يعني زبطت معك عشان 50-50، زبطت 50% الصحيحة. منيح. السؤال الثالث بيقول، أين تصدر صحيفة كورييري ديلا سيرا يلي هي صدرت اعتبارا من 1876؟ هل هي صحيفة إسبانية أم إيطالية؟ هلا أنا ما بعرف كثير اللغة الإيطالية، بس من طريقتها هي إيطالية بعتقد. مظبوط،
جوابك صحيح. يعني هون بتكوني كمان جاوبتي معنا جوابين من أصل ثلاثة على هالأسئلة. هلأ اللعبة منكملها بالقسم الأخير من الحلقة. خلينا نرجع لموضوع حلقتنا يزبك، ورح أسألك قديش مهم إنه المراسل الميداني يعطي أولوية لسلامته لما يكون بتغطية خلال أزمة معينة؟ سلامة المراسل الميداني لازم تكون من أولى أولوياته، كونه أحد الأركان الأساسية لحرية التعبير. يعني لذلك عليه إنه يتخذ كل وسائل الأمن والاحتياط المتاحة. إذا كان مثلاً عم بيغطي معارك أو احتجاجات ممكن تخرج عن السيطرة، عليه دايماً ارتداء الخوذة والسترة الواقية وأن تكون بمتناول حقيبة إسعافات أولية تحسباً لأي أمر طارئ. ومن المفيد أنه يتجمعوا المراسلين الميدانيين بمجموعة أو مجموعات منعاً لاستفراد المسلحين أو حتى محتجين غاضبين فيهم، كما يحصل مراراً وللأسف. ويجب على المراسل الميداني أنه ما يجيب معه أي أغراض ذات قيمة معه على الميدان، وأنه يخلي هاتفه النقال دايماً بجيبته عندما لا يحتاج إليه، أو أن يمسكه بطريقة ما يكون عرضة للسرقة. طبعاً في حال كان المراسل على أرض معركة عليه أن يعثر على مكان آمن يحتمي فيه من سقوط الأزايف أو من الصواريخ والشظايا أو إطلاق أعيرة نارية. المراسل الميداني يجب أن ينقل الخبر لا أن يصبح هو الخبر، لذلك سلامته مهم كثير. يعني بعتقد يزبك أنه ضروري نضوي على أزمات من نوع آخر ممكن يغطيها المراسل الميداني مثل الكوارث الطبيعية أو الحرائق. نعم 100%، لأنه مهنة المراسل الميداني منا مهنة للمتهورين أبداً، والمخاطرة بصحة أي إعلامي تعني إلغاء صوت بينقل للعالم كل ما يجري من حوله. وأنا حضرت مجموعة نصايح وإرشادات للمراسلين الميدانيين خلال تغطيتهم الكوارث الطبيعية أو الحرائق، رح نستعرضها سوا. وهلأ جاء وقت التمرين بيرلا. يعني رح نفترض أنه أنا قاعد بستوديو الأخبار وأنت بمكان على الأرض في محتجين ومعك مصور وفي تظاهرة كبيرة وبدأ أطلاق النار على الهواء وأنت منك مجهزة بالمعدات المطلوبة، يعني الخوذة وكذلك الأمر الدرع الواقي من الرصاص لضمان سلامتك. شو بتعملي بهيك وضع؟ أنا رح بعطيك نص ورح بطلب منك أنك تحضريه، ولما تبلش رسالتك على الهواء رح نسمعك بعض أصوات الأعيرة النارية تنشوف كيف رح بتكون ردة فعلك. والآن مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى وسط العاصمة، حيث انطلقت تظاهرة احتجاجية تواكبها الزميلة بيرلا إبراهيم الموجودة على الأرض. شكراً يزبك، نحن معكم من موقع التظاهرة السلمية التي دعا إليها عدد من المنظمات والجمعيات احتجاجاً على تدني القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار المحروقات في شكل كبير جداً في الفترة الأخيرة. التظاهرة انطلقت قبل قليل وهي تمشي في مسارها المكرر على أن تكون وجهتها الأخيرة في مقر المجلس النيابي. نسمع الآن في الخلفية بيرلا صوت أعيرة نارية، ما الذي يجري لديك بالضبط؟ يعني هل هو رصاص حي، رصاص مطاطي، ماذا يحصل؟ بالفعل يزبك، سمعنا كما سمعتم صوت إطلاق نار لا نعرف بعد مصدره، وحفاظا على سلامتنا ابتعدت من أمام الكاميرا قليلا. أحاول يزبك إيجاد مكان آمن نلجأ إليه أنا والزميل المصور، على اعتبار أن معدات الحماية ليست في متناولنا الآن. نعود يزبك إلى الاستوديو لبعض الوقت على أن نكون معكم مجددا بعد قليل لمواكبة ما يجري مباشرة على الهواء.
برافو بيرلا، هيدا التصرف والتصرف السليم بحالة مثل الحالة اللي انتو فيها هلا على الأرض. ومنوصل للقسم الثاني من المسابقة يا زبك، وهلأ رح أطرح عليك ثلاث أسئلة من عالم الأخبار والسياسة. جاهز؟ تفضلي. أول شي الصور رح يوصلوا مثل العادة على تليفونك، وأول سؤال هو من هو صاحب هذه الصورة؟ رئيس الفلبين أو رئيس الهندوراس؟ هلأ التشابيه والتلاميح بتدل أنه رئيس الفلبين. مظبوط، هيدا هو الجواب الصحيح. تاني سؤال، في أي دولة عربية يقع مبنى البرلمان الظاهر في الصورة؟ الكويت أو المغرب؟ عم بعرفهم كمان من خلال يعني الهندسة الخارجية لإله، هيدا بالكويت. صحيح. ثالث سؤال، صاحب أي صورة بين هاتين الصورتين هو رئيس الأرجنتين؟ الصورة الثانية، لأنه هذا صورة شايفه يعني للرئيس الأرجنتيني، وهون على فكرة الرئيس الأرجنتيني زوجته من أصل لبناني. لأنه الصورة الأولى هي مغني ناروجي، الصورة الثانية هي الرئيس الأرجنتيني. لكن يسبق النتيجة هي أنك ثلاث أجوبة أنت عرفتهم وأنا كان جوابين دقلي. إن شاء الله بتعودي بمرة تانية. وقبل ما ننهي حلقتنا خلينا نسمع سؤال موجه إلك يا يزبك من طالب بتابع برنامجنا. نعم. اسمي غيا فريم، والسؤال بيقول هل في تغطية محددة قمت فيها كمراسل حسيت خلالها أنك معرض لخطر الموت؟ بصراحة خطر الموت لا، ولكن يعني كنت بخطر. مرة كنت عم بنقل اشتباكات عم بتصير بمدينة طرابلس اللبنانية بشمال البلاد، وحصرت بدكان صغير كان الرصاص والقذائف الصاروخية عم تقطع فوق راسي، وطلعت شفت انه هالدكان يعني سقفه ما بيتعدى ال 6 سنتيمترات البيتون اللي فيه، يعني لو وقع عليه حجر يمكن قشط علي. بصراحة خفت لأنه كنت لوحدي والمصور كان بمنطقة أخرى، وأصوات المسلحين بمنطقة مجاورة عم بسمعهم يعني، ورصاص مباشر على مسافات قريبة، شعرت بالقلق ساعتها يعني، وبعتبر إني خفت بهيدي المرة، ويمكن هيدي المرة الوحيدة اللي شعرت فيها لأنه ما كنت محطاط أبدا إنه المسلحين هالقد قراب علي. شكراً يا زبك، حلقتنا انتهت، تابعونا بالحلقة المقبلة يلي حيكون موضوعها العمل الميداني للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل. كونوا معنا.